تواصلي من اجل البوح والحكي والفضفضه لمشاكلنا اليوميه في العلاقات الاسريه والغوص في عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. طيب كريبان. احبابنا الكرام موضوعنا اليوم عن لهو الحديث هذا سؤال لطالما طرح علينا وهو ما هو لهو الحديث وهل الغناء يدخل في لهو الحديث للاجابه عن هذا السؤال نستحضر الايه القرانيه التي يستدل بها فريق من العلماء وهي قوله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم. هذه الايه المباركه يستدل بها على بيان حكم الغناء والموسيقى وهذا الامر وقع فيه اختلاف بين جمهور العلماء منذ زمان الى اليوم ففريق من اهل العلم ربما يبيح كل انواع الغناء فيفتح اذنيه لجميع الاصناف من الموسيقات والغناء ويقول بان الامر حلال طيب وانه امر مباح لان الله جميل يحب الجمال فريق اخر اتخذ منهجا عكسيا وذكر بان كل ذلك حرام فيغلق اذنيه عند سماع اي اغنيه ويقول بان ذلك هو مزمار من مزامير الشيطان ويصد عن ذكر الله وعن الصلاه وخصوصا اذا كان المغني امراه فالمراه هي عند هؤلاء العلماء صوتها عوره بغير غناء فكيف اذا كان بالغناء ويرفضون كل انواع الموسيقات خصوصا اذا كانت هناك عبر الاذاعه او التلفاز او الراديو حتى الموسيقى المصاحبه لمقدمات نشرات الاخبار. الفريق الثالث هو فريق متردد بين الطرفين مرة ينحاز الى هؤلاء وطورا ينحاز الى الاخرين وينتظر من العلماء ان يحرروا قولا يكون متفقا عليه خصوصا في زماننا هذا حيث الموسيقات صارت منتشره في كل زمان بعد ان دخلت الاذاعه المسموعه والمرئيه الى بيوت كل الناس وجذبت انتباههم فما حكم الشريعه في هذا الامر؟ هل فعلا الموسيقات والغناء حرام؟ هل هي من لهو الحديث المنصوص عليه في هذه الايه الكريمه التي ذكرناها ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أول ما ينبغي أن نفهمه هو أن نذكر أسباب نزول الآية دائما إذا رأينا آية قرآنية يستدل بها نبحث أولا عن أسباب النزول وإذا جاء حديث نبوي نبحث عن أسباب الورود سبب نزول هذه الآية انه في بادئ الاسلام كان رجل اسمه النضر ابن الحارث. كان يرسل تاجرا الى بلاد فارس فيذهب ويعود له بحكايا واخبار الفرس. فيجلس النضر ويقول يا معشر الانصار والمهاجرين ان محمدا الذي يدعي انه نبي يحدثكم باحاديث غريبه عن عاد وثمود وأنا سأحدثكم بحديث رستم وأخبار الأكاسرة فكان يجمع الناس ويحكي لهم قصص الأقدمين كل هذا ليضلهم عن سماع القرآن ثم كان هذا الرجل لأنه كان يتبع منهج غايته محاربة الدين والتضييق على أهل الإيمان كان يشتري القينات لهم المغنيات وكان يختارهن حسنوات ويلبسهن لباسا فاتنا وإذا رأى أحدا أراد أن يدخل في دين الإسلام كان يعتل طريقه ويقول له هذه المغنية أو هذه القينة هيا بين يديك ويقول لها أطعميه واسقيه وغني له فلما يرى هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي أراد أن يدخل الإسلام يرى هذه المغنية تطعمه وتسقيه وترقص له يطرب فيقول له اليس هذا ما عندنا خير مما يدعو اليه محمد فكان هذا الرجل الذي يسمى بالنضر ابن الحارث كان هو ومن معه يتبنون طريقه للتضييق على الناس بالدين فكان مره ياتي بالاخبار التاريخيه عند اخبار الكساء الأكاسرة والفرس وغيرهم ومرة ياتي بالمغنيات يشتريهن ويعترضن طريق المؤمنين هذا هو سبب نزول الايه فربنا عز وجل انزلها مباشره ومن الناس من يشتري لهو الحديث لماذا ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا له الحديث ما هو له وكل شيء يتلدد به الانسان فيلهيه كل باطل انهى عن الخير هذا يسمى لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث اي الاحاديث الملهيه للقلوب الصاده لها عن المطلوب والعلماء يقولون له يدخل فيه كل كلام محرم وكل كلام باطل من غيبه او نميمه او كذب او شتم او سب كل هذا يسمى له والمعنى معنى الايه ان من الناس من يترك اتباع الحق ويستبدله بانواع الباطل فاذا كان يسلك الطريق فسوف يذوق عذابا اليما ومن العلماء قالوا بان هذه الايه الكريمه استدل بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي اقسم قسما مغلظ وقال اقسم بالذي لا اله الا هو ثلاث مرات قال المقصود بالله هنا هو الغناء يرددها ثلاث مرات. وفريق من العلماء يعتبرون تفسير الصحابي حجه. في حين ان الذين يقولون بان الامر فيه خلاف فيه وفيه بعض الفقهاء قالوا بان الغناء منه ما هو محرم حقا ومنه ما هو مباح. وخصوصا اذا استعين به على امر مباح. فمثلا العمال اذا كانوا يعملون في البناء او في الفلاحه او في اي مجال ثم يغنون لكي يتقووا على العمل هذا امر مباح ويعطونك دليل ان الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا يقومون بحفر الخندق وكان الجو شاق وحار ومتعب فبداوا يقولون الرجز يرتجزون وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الوحي، كان يجيبهم على شعرهم ورجزهم. مما كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم لا خير الا خير الاخره فارحم الانصار والمهاجره. هو شعر طويل جدا، فقط هذا جزء منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب وهم يحفرون الخندق وكان يرتجز بقول عبد الله بن رواحة كان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا لاقينا إن الآل قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا كانوا يقول للشعر ولكن بطريقة فيها غناء وكما قال الراوي كان يمد صوته بآخرها يعني كان يستعمل مقامات صوتية هذا نوع شعر غنائي واستدل ذلك بعض العلماء قالوا هذا أمر مباح إذا فهو ليس ليس فيه مانع لكن بعض العلماء قالوا هذا 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 الغناء ليس فيه معازف لأنه كلام وكلام يتناول قضايا مختلفة فهذا ليس عليه من حرج خصوصا ليس فيه معازف ثم العلماء يقولون بان ربنا ماذا في الايه؟ قال ليضل بغير علم هي الغايه من له الحديث ان يكون له مقصد وان يكون له غايه ليس هو الترويح عن النفس وليس هو تحصيل بعض المتعه النفسيه وانما غايته هو الاضلال. كما كان يقوم ذلك الرجل الجاهلي النضر ابن الحارث كان يريد ان يصد الناس عن دين الله ليضل الناس بغير علم يفعل ذلك ليتلهى الناس عن القران وعن الذكر الحكيم والضلال هو هو الحديث الغير النافع والعمل الغير المستقيم كل هذا يسمى غايه الاضلال هؤلاء قال فيهم رب العزه اولئك لهم عذاب اليم مهين أي بما ضلوا وأضلوا بعض العلماء قالوا بأن هذا الغناء إذا كان بآلة أي مع موسيقى ما حكمه وإذا كان بغير آلة هذا أمر أيضا آخر وقع فيه جدل بين بعض العلماء فالعلماء اتفقوا على أن الغناء هو أمر أمر يختلف إذا كان فيه فحش أو فسق أو تحريض عن المعصية فهذا محرم بالاتفاق اما اذا كان غناء فطريا وفيه مبعث مواطن السرور المشروعه كالعرس وقدوم الغائب وايام الاعياد والمناسبات السعيده فقالوا هذا امر مباح لماذا؟ لان الاصل في الاشياء الاباحه لان هناك فقهاء يستدلون بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق لكم ما في الارض جميعا بمعنى ان كل شيء خلقه الله تعالى الأصل فيه أنه مباح والمحرم ما دل النص على حرمته كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه فدائرة العفو هي واسعة ولكن الحرام محدد لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو اللي عليه الله تعالى لم يتكلم عنه فهو عفو وتلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا كما في الحديث الاخر ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها الا ان المحرمين يستدلون دوما بحديث عبد الله بن مسعود وببعض الصحابه رضي الله عنهم ولكن فقهاء بحل ابن حزم وغيرهم قالوا هذا الكلام المستدل به لا حجة فيه لأن صحابة آخرين كانوا يقولون الرجز وفي مواطن كثيرة كان هناك من كان يغني كثير من من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم ثم الحديث الذي يستدلون به هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أناس يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف قالوا هذا حديث معلق ذكره الإمام البخاري لا يكونن من أمتي أناس يستحلون يعني كان حرام فصار حلال الحير الحير هو الفروج يعني يستحلون الزنا قد يقول بأن هذه مسألة طبيعية يستحلون الحير العلاقة العلاقات الرضائية يعني أنها مباحة يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف الحرير يعني اللباس ديال السهرات كيكون لباس شفاف وكيكون يبرز محاسن المرأة والرجل والخمر والمعازف بعض المعازف هي الملاهي والخمر الشراب المعروف فالعلماء قالوا بأن هذا التحريم متى يكون إذا إذا وقعت فيه دلالة الاقتران يعني اقترنت كل هذه الأمور الحير والحرير والخمر والمعازف فالامام ابن حزم الظاهري الاندلسي كان يقول هذا الكلام ورد عليه العلماء بان الغناء قد ينبت النفاق في القلب لكن يقول هذا حديث ايضا من يستدل به غير ثابت هناك حديث معروف ان الغناء سماع الغناء ينبت النفاق في القلب حين التصحيح راوا بان الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين اهتموا بالغناء الديني خصوصا هما أهل التصوف اهتموا كثيرا بما يسمى بالغناء الديني أو الإنشاد الديني. وقالوا هذا الإنشاد إنما به يرقق الله قلوب الناس ويبعث على الإيمان ويهيج الشوق إلى الله ويجعل العبد يحزن ويندم عن المعصية. ثم إنه يجدد الإيمان في القلب وينشط العزائم وإطارة الأشواق للعبادة. ما يسمى بالغناء أو الإنشاد الديني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك لكن يبقى المشكل في صوت المرأة هل المرأة صوتها عورة فعلا الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع النساء والنساء يتكلمن معه ولم يثبت قط انه قال بان صوت المراه عورة ويكفي ان صوت المجادله او المجادله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الكلام بك... ب... لكون ان صوت المراه عورة هذا غير غير حقيقي الا اذا كان فيه تمايل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الخضوع بالقول انذاك يتحول صوت المراه الى عوره ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع امنا عائشه رضي الله عنها ومعها جويريات كنا يغنين ونهاهم ابو بكر الصديق فقال لهم اما زمير من مزامير الشيطان في بيت رسول الله لكن النبي الكريم اعترض قال اتركهم يا ابا بكر واذن لهم بالغناء وقال ان اليوم عيد ولكل قوم عيد لتعلم يهود ان في ديننا فسحه هذا قول النبي الكريم لتعلم يهود ان في دين فسحه وهذه الجويريات ليس كما يقول بعض الفقهاء بانهن صغيرات في السن فقط هذا من باب التصغير لمقامهن وان نساء كبيرات يعني مكلفات ثم اكثر من ذلك في الافراح والمناسبات سيدنا النبي امر 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 بالغناء وامر باظهار الافراح فلما زفت امراه الى رجل من الانصار دخل عليهم النبي الكريم فوجدهم صامتين فقال يا عائشه هل عندكم شيء من اللهو؟ فان الانصار قوم يعجبهم اللهو فبداوا يغنون ثم قال لامنا عائشه قال اهديتم الفتاه؟ قالوا نعم اهديناها كذا وكذا قال هل ارسلتم معها من يغني؟ هل ارسلتم معها من يغني؟ قالت لا يا رسول الله قال إن الأنصار قوم فيهم الغزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا يحييكم أحاديث كثيرة مثل هذه كلها تبين بأن هذا الغناء ليس ممنوع بل إن امرأة قالت يا رسول الله ندرت إن عدت من الغزوة منتصرا لأغنين وأضربن بالغربال فقال لها إن كنت قد ندرت فافعلي فصارت المرأة تغني في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب بالدف وهو يستمع ولم ينهاها إلى أن قالت كلام قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي فهنا قطعها النبي الكريم وقال ليس أحد يعلم ما في الغد سوى الله فصحح لها هذا الغناء هو كلام ولكن هنا في هذا المقطع قالت كلام يصطدم مع صحيح العقيدة قالت وفينا نبي يعلم ما في غد فاستوقفها وقال لا يعلم ما في الغد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم جاء سيدنا عمر فلما راته المراه خشيت وخافت واخفت اخفت دفها وجلست عليه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر ان الشيطان لا يهابك لان المراه خشيت من عمر. فالعلماء قالوا بان صاحب التشريع من هو؟ هل هو عمر؟ لا. وصحبي رضي الله عنه صاحب التشريع هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالأحكام تأخذ من باب النبوة هي أحاديث كثيرة وغيرها كثير كلها تفيد بأن هذا أمر مباح خصوصا الإنشاد الديني والغناء الديني إلا أن العلماء يقولون بأن الكلام هو خلاصة الكلام أن الغناء هو كلام ما كان مباحا فهو مباح وما كان منهي عنه فهو منهي مثلا هناك غناء قد يكون فيه بعض الميوعه او مخالف لاداب الاسلام وتعاليمه مثلا قد نجد اغنيه تمجد الخمر مع ان الله تعالى قال بان الخمر رجس من عمل الشيطان او ربما اغنيه تمجد التدخين مع العلم ان التدخين هو افه تضر بالجسم والنفس والمال أو تكون أغنية ربما تصف المرأة وصفا جماليا تتحدث عن صاحبة العيون الجريئة أغنية هكذا صاحبة العيون الجريئة وربنا نهانا عن أن تكون المرأة عيونها جريئة لأن قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أو تكون أغنية مثلا تمجد الطغاة والظلمة وتعظمهم وربنا عز وجل نهانا عن كل هذا وخصوصا صوت المرأة لأن إذا كان فيه فيه نوع من ما يسمى بالميوعة أو الدلع هذا ربنا نهى عنه فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرد وقلنا قولا معروفا أيام زمان ال الاستماع إلى الغناء كان كان فيه محاذير كثيرة لأن مجلس الغناء يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء وكتكون العيون بعضهم ينظر إلى بعض في عصرنا هذا قد نجد الأمر أكثر خفة لماذا لأن قد تقوم بإشعال الراديو أو التلفاز وترى وأنت عن بعيد عن ذلك خاصة الكلام أيها الأحباب الكرام يقول العلماء هو أنه إذا أكثرت من سماع الغناء فإنه فعلا يؤدي بالإنسان إلى يتكاسل عن سماع القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا الإنشاد الديني الانشاد الديني والانشاد الايماني وهذا فيه فيه مديح نبوي فيه فيه شوق الى الله تعالى وفيه تانيب للضمير فالكلام هكذا كان ايام زمان ولحد الساعه يبقى هذا الاختلاف لان النصوص القرانيه والحديثيه جاءت هكذا جاءت تحتمل اكثر من معنى وهذا فيه رحمه من الله تعالى لان الناس كلهم سواء كاين الناس اللي هما عندهم واحد القوة إيمانية أنه لا يريد أن يضيع وقته في سماع الغناء ولا الطرب لكن هناك قوم آخرين عندهم ربما ظروف نفسية أقل ولا يستطيع أن يقاوم وحتى الإنسان هو يختلف من زمن إلى زمن كم من إنسان كان في, في أول عمره في شبابه مقبل على الحياة فكان يبيح نفسه الاستماع لكنه بعد أن كبر وصل الأربعين وذهب إلى الحج وبدأ يختمر، بدأ يرى بأن هذا كله من العبث وانه ينبغي ان يركز على العباده والطاعه والقران. فربنا عز وجل جعل الامر هكذا مختلف، لماذا؟ لان الناس كلهم ليسوا على قالب واحد، الناس مختلفون اشكال والوان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.